السلام عليكم متابعينا الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نتكلم عن منحه الحكومه المصريه. هذه المنحه مقدمه من الجانب المصري للجانب العراقي وفق الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، تمام؟ فهذه اللي راح نتكلم عن هاي التفاصيل تخص العراقيين. تابعونا بعد الفاصل. مرحبا بكم مره اخرى متابعينا الاعزاء. مثل ما ذكرنا قبل شوي انه راح نتكلم عن منحه الحكومه المصريه. طبعا راح انتقل للحاسبه حتى اوضح لكم الاعلان واوضح لكم الشروط ونشوف التفاصيل اللي تخص هذه المنحه. خلينا ننتقل للحاسبه. طبعا هاي الحاسبه هنا عندنا الموقع دائره البعثات، وهذا الخبر اللي يخص المنحه. هنا تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توفر 50 منحة دراسية مصرية مقدمة إلى العراق على وفق البرنامج التنفيذي المبرم بين البلدين، وتشمل هاي المنحة شنو فئات الموظفين وغير الموظفين. طبعا أكو تفاصيل أو ملاحظة أنه البعض منشوف، يعني بعض المتابعين ركزوا على هالموضوع، من يشوفون فئة غير الموظفين عوالهم لغير الموظفين، لا يذكر، خاصة إذا يكون خط مائل بين الجهات اللي موجهة لها. فهنا هم ذاكرين تشمل المنح الدراسية فئات الموظفين وغير الموظفين على مستوى الدراسات العليا والأولية والتخصص بمختلف التخصصات. دراسات العليا الماجستير دكتوراه الأولية اللي هي البكالوريوس، تمام؟ شروط ومعايير التقديم نشوف هنا. طبعا هنا كاتبين الرابط الخاص بالجانب المانح، هسه منفوت عليه ونشوفه ان شاء الله. لو نجي لهنا نشوف هذا الكتاب الرسمي الاعلان. اعلان اعلان الرئاسات الثلاث مكتب، شوف هذا الخط المائل معناتها هذا أو هذا أو أو أو، يعني كلهم مشمولين. مكتب رئيس الوزراء، مكتب الرئيس، الوزارات كافة، مكتب الوزير، الجهات الغير مرتبطة بوزارة، المحافظات إلى آخره. كاتبين مكتب رئيس الهيئة فئة غير الموظفين، طبعا هنا تشمل ذولا كلهم ذولا موظفين وهاي فئة غير الموظفين. زمالات مصرية 24-25. السلام عليكم ورحمة الله، تودّرت البعثات. طبعاً أقرأ الكتاب وأعلق لكم عليه حتى أشرح لكم شنو التفاصيل. تود دائرة البعثات والعلاقات الثقافية أن تعلن عن توفر 50 منحة دراسية مقدمة إلى العراق من جمهورية مصر العربية وزارة التعليم العالي المصرية وفق البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين، وسيكون التقديم متاح على الموقع الرسمي لمنصة الجانب المانح والمذكور في أدناه. هسه راح نفوت عليه إن شاء الله. على أن يكون المتقدم مستوفيا شروط الجانب المانح طبعا والجانب العراقي أيضا المذكور في أدناه، راح نذكرها هسه، وأن يخضع لنظام البعثات والزمالات أو المساعدات المالية رقم 3 لعام 2018 اللي هو هذه شروط الجانب العراقي، تمام؟ زين. بالنسبة للمتقدمين الدراسات العليا، هذول مو جماعة البكالوريوس، جماعة الماجستير والدكتوراه، ووفق شروط وضوابط قناة النفقة الخاصة بالنسبة للمتقدمين شهادة البكالوريوس، تمام؟ شهادة البكالوريوس يعتبر ضمن قانون النفقة الخاصة، وسيكون أدنى معدل للتقديم وللاختصاصات كافة عدا الطبية. أي اختصاص لازم، يعني أي اختصاص من الاختصاصات؟ طبعا هنا السؤال، أستاذ أني أدبي كملت، يصير أقدم؟ يصير تقدم ضمن الاختصاصات الأدبي. علمي أنا كملت، يصير أقدم؟ يصير. معدلي 75 يصير، لأنه الحد الأدنى 70 هنا، تمام؟ زين. بالنسبة لكل الاختصاصات، أما بالنسبة للتخصصات الطبية سيكون أدنى معدل هو 90، يعني أنت لازم معدلك 90 وفوق يلا تقدر تقدم على الاختصاصات الطبية اللي هي المجموعة الطبية بصورة عامة، اللي هنا الصيدلة، طب أسنان، والطب العام. وضحت فكرة شو؟ هسه نجي لشروط الجانب المانح، يعني الجانب المصري شو يريد من عندنا؟ أن يكون متقدم متفوق أكاديميا ومستوف شرط الحد الأدنى اللي هو 70%، 70% للمرحلة
الجامعية، يعني اللي يريد بكالوريوس، تمام؟ 70% أقل شيء يكون عنده. أن يكون تقديره جيد لمرحلتي الدراسات العليا، هاي جماعة الدراسات العليا، يعني اللي يريد يقدم ماجستير أو دكتوراه لازم تقديره جيد. وضحت فكرة شلون؟ ألا تتجاوز عمر المتقدم عن 19 عام مرحلة جامعية و26 ماجستير و32 دكتوراه. يعني شنو؟ عمرك 20 ما يصير تقدم بالنسبة للبكالوريوس، عمرك 27 ما يصير تقدم بالنسبة للماجستير، 23 ما يصير، 32 بالنسبة للدكتوراه. هسه واحد يقول لي ايش راح يقول؟ راح يقول انا اقدم بس من السنه الجايه راح يصير عمره 20. لا، وقت التقديم يحسب لهذا وقت التقديم، شو وقت قدمت على الابلكيشن، شو وقت قدمت على الجانب المانح والجانب العراقي، يحسبوا لك من هذا التاريخ. وضحت فكره شلون؟ زين، تقديم مقترح بحث بالنسبه لمتقدم الدراسات العليا، ابو الماجستير ابو الدكتوراه، لازم عندك ريسيرش بروبوزال او المقترح البحث، لازم يكون عندك فكره عامه عن شنو راح، يعني شنو التخصص اللي او شنو الموضوع راح تكتب عنه ضمن التخصص المعني. تقديم المستندات والوثائق المطلوبه للتقديم اللي هنا تتضمن سيره علميه تضمن دافع من الدراسه في مصر. طبعا رساله الدافع تكلمنا عنها في وقت سابق، انه شنو الاسباب اللي خلتك تدرس انت في مصر والى اخره. توصيات عدد 2 على الاقل مع ذكر هاتفه وبريده الالكتروني. توصيات عدد 2 من اساتذه الجامعات، وتذكر ايميله ورقم تليفونه حتى يتواصلون وياهم. تقديم سيره ذاتيه تفصيليه، سي في تسوي بالتفصيل شنو عندك ما عندك، تمام. اجراء مقابله شخصيه عن طريق الزوم او الهاتف وفقا للآلية المتاحة لمن يتم اختياره مبدئيا. يعني عندك اكو مقابلة في الانترفيو لازم يصير عندك من بعد قبل التقديم، قبل الموافقة وبعد التقديم. مو تقدم راح يسوون وياك مقابلة حتى يقبلوك او لا، تمام. ثانيا، معايير الجانب المانح للمفاضلة، شلون راح تكون المفاضلة؟ انا شلون راح انقبل؟ شنو المعايير اللي تخليني انقبل؟ اولا، الافضلية الحاصلة على اعلى درجات جماعة المعدل العالي ولهم افضلية، تمام؟ يعني معدلك 90 انت، واحد وتسعين، اثنينكم قابلين يعني مقدمين على الطبية، يغدون واحد من عندكم فراح يختارون، يا هو يختارون بالواحد وتسعين، تمام؟ الأولوية للطالب المتقدم على المنحة فقط، يعني أنت مقدم على المنحة بس مدى تدرس على حسابك الخاص بالنفقة الخاصة دون التقديم على النفقة الخاصة. أكو شيء يسوي يقدم نفقة خاصة ومحصل قبول ومضبط أموره ومتيجي المنحة يقدم عليها، يقولوا لا لا إحنا ما لنا علاقة بك. هاي بالنسبة طبعا الجانب المصري بس، مو كل المنح شباب. الأولوية للأصغر سنا اللي عمره 18 يفضل على أول 19، تمام. زين، ملاحظة، يخضع جميع المتقدمين لشروط الجانب المانح من حيث العمر والمعدل. وضحت فكرة شلون؟ هاي هذا حكي من هذا؟ حكي دائرة البعثات، حكي جماعتنا. تلغى المنحة ويحول الطالب إلى النفقة الخاصة في حال تعثر الطالب في الدراسة في أي مرحلة من مراحل دراسته. شلون يعني؟ يعني أنا قدمت يعني سنة من السنين رسبت، يعني انقبلت منحة والأمور تمام بس رسبت آني، بهالحالة ايش راح يصير؟ راح يصير تحول النفقة الخاصة. طبعا هذا الظاهر، هذا شرط الجانب المانح. وحد فكرة شلون؟ يعني أنا قدمت وانقبلت والأمور تمام، كملت كل الشروط وانقبلت وداومت السنة، والسنة الجاية داومت، السنة الوراها رسبت، أتحول نفقة خاصة أنه بعد ظل أدفع أقساط، فلازم يروح يكون شاطر. زين، على الراغبين في التقديم الحصول على معادلة لشهادتهم التي لم تصدر من مصر. يعني انت بتروح لهناك راح تسوي شنو؟ معادلة شهادة. يعني هذا الموضوع في اغلب الدول يصير. نقبل مجلس على الجامعات المصرية ولا تروج اي معادلة من الجانب المصري. زين، الموقع الرسمي للتقديم على منحة الجانب المانح اللي هو هذا
هسه ان شاء الله راح نشوفه، يعني اخليكم يعني بالرابط ونشوف شنو تفاصيله. على الراغبين في التقديم للمنح اعلى التقديم على الرابط الخاص بدائره البعثات للعلاقات الثقافيه، اللي هو هذا اليوم نزل، يعني هو اليوم نزلت الفيديو اني مدى البارحه ما اتذكر، اوكي شلون تقدم عليه وشنو التفاصيل المطلوبه، فلازم تسجل بيه. فاللي حابين هسه يقدمون على هالمنحه لازم يكونوا مسجلين ذاك بذاك الرابط اللي هو مال منظومه دائره البحثات. زين، فيما يتعلق بالتخصيصات الماليه فان وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ما لها علاقه، تمام. زين، هنا أنا خلاص ما عندنا شيء. الظاهر التخصصات اللي موجوده جميع التخصصات تقريبا تخصصات مختلفه، انت من راح تفوت على المنحه نشوف شنو التفاصيل، يعني من تفوت راح تلقي الاختصاصات المطلوبه. زين، هذا فيما يخص الإعلان، تمام. هسه نجي نحكي بتفصيل أكثر عن الموضوع. أنت إذا عمرك، خلينا نجي لشروط الجانب المانح، عمرك أقل من 19 لغاية 19، عرفت شلون؟ 19 ونص، 19 وتسعة أشهر، 19 وما أعرف شنو، طبعا هاي راح أنسأل بيها. المهم عمرك ما صاير 20، عرفت شلون؟ مصاير 20 تقدر تقدم. هذا الوضع المصاير 20 لحد ما لغاية التقديم، أنا من قدمت تأخرت المنحة 6 شهر، شلون يعني أنا مو صار عمري 20 يعني يحسبونها علي عمري 20 بسبب هم تأخروا، شي العلاقة؟ لا، من تاريخ التقديم. شو وقت تقدم؟ عرفت شلون؟ قدمت اليوم واليوم عمرك 20 إلا 5 أيام، تمام؟ خلاص أنت عمرك 19 سنة، 19 و 11 شهر و 25 يوم، وضحت فكرة شلون؟ فالمهم هاي فيما يخص العمر بالنسبة للبكالوريوس. بالنسبة للماجستير نفس الترتيب اللي هو 26، بالنسبة للدكتوراه 32. هذا هم شرطي، يعني الجانب العراقي ما له علاقة بالموضوع هذا، الجانب العراقي الماجستير الدكتوراه أعلى موضوع العمر عندهم. زين، هذني التفاصيل. لازم عندك 70%، عرفت شلون؟ 70% اذا تريد تقدم هندسه، اقتصاد، قانون، اداره اقتصاد، قانون، شنو عاجبك تقدم ما عدا المجموعه الطبيه. وضحت فكره شلون؟ المجموعه الطبيه شو وقت تقدر تقدم؟ اذا عندك 90 وفوق، تمام. زين، هذا فيما يخص ال 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 يعني ذني اهم شروط اللي لازم يتوفرن عندك يلا تقدر تفوت. من تفوت ذيك الساعه ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك قدمت وكملت، راح يقابلوك قبل القبول، يقابلوك. زين، اكو ناس يقابلوها وناس ما يقابلوها، هم الجانب المانح طبعا مو الجانب العراقي. انت اذا صرت ضمن المرشحين راح يسوون وياك مقابله، اذا مو ضمن المرشحين، يعني انا معدلي 90 قدمت على الطبيه والجماعه كلهم ميات ومقدمين ورايدين فد 10 وجماعه الميات هم اخذوا ال10، انا اصلا ركن على صفحه يعني، فما راح لحد يسوي مقابله وياي ولا شيء ولا يخلوني بالاحتياط ولا هم يحزنون. فهاي التفصيلات ذني مهمه شباب، يعني خلوها ببالكم. بهالحاله ايش راح يصير عندي؟ يقابلوني، الامور تمام، راح يدزوا لي قبول وتنحل المشكله. يردون عندنا توصيات، يردون من عندنا توصيات، وطبعا بالتوصيات من يكتب لك الاستاذ يكتب رقم تليفونه، يردون اللي بي واتساب 100% حتى يتواصلون وياه، وبالاضافه للايميل حتى يتواصلون وياه ويجاوبوا هماتين. بعد هاي تقريبا سيره ذاتيه يردون تفصيليه تقريبا كل اللي يخص الشروط، تمام. زين، هسه لو نجي نشوف الرابط، خلنا نرجع مرة ثانية للحاسبة ونشوف الرابط الخاص بالجانب المانح. هنا أنا عندك تسجيل مثل ما تشوفون، تريد طبعا ما ادري انا مسجل بي سابقا او لا. على كل حال هذه الواجهه اللي تريد تسجل بها دخول مباشره او انشاء حساب، تروح على انشاء حساب وتنشئ الحساب بكل سهوله.
زين اختر الجنسية كلمة المرور وتكتب إيميلك بصورة صحيحة وتملي المعلومات. هاي ما راح أشرحها شباب تعذروني الفيديو راح يصير طويل وأتعب على الفيديوهات. سابقا كنت أشرح بالتفصيل، ما حد يبغى على الفيديوهات، هسا أعطيك صورة عامة وهاي التفاصيل إن شاء الله راح تكون عليك وهي سهلة مو صعبة. يعني أنت بالنسبة لك كطالب شاطر وسبع ما راح تعاني من هاي المشكلة، فإن شاء الله تبشروني، تقدمون وتبشروني بقبولكم أو تبشروني أنه راح تجرى مقابلة وياكم. كتبون التفاصيل هاي كتبوها على هذا الفيديو، يعني أنت إن شاء الله راح تقدم، من وراء فترة أرجع على هذا الفيديو وأرجو أنه تكتب تجربتك اللي صارت. فهذا كل ما يخص منحة الحكومة المصرية، وإن شاء الله راح نتكلم عن منحة الحكومة السويسرية ومنحة الحكومة الفرنسية. خير من الله أنا سويت لكم منشور، ما أعرف حتى ما حد فعل وياه، يمكن كتبت لكم المنح اللي ظاهرة كانت في في منظومة دائرة البعثات. على كل حال شباب، اللي أرجو من عندكم التفاعل مع الفيديوهات، مشاركة الفيديوهات. طبعا هسه الكثير من عندكم قد يشكرني انه قد اقدم محتوى مفيد. انت تقدر تساعدنا، يعني تساهم بهذا الموضوع من خلال نشرك الرابط لاصدقائك ومعارفك حتى يستفادون من هذا الموضوع وتكون انت مساهم في هذا العمل. نشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات اللاحقة. في امان الله، باي باي.